عندي هون في منصة خطابة طالع منها ميكروفون هذه هون مركب عليها راك هون في عندك هون عندي ستيبر موتور وستيبر موتور في له درايف سيركت هون في عندنا سنسر التراسونيك سنسر او اذروايز هون التراسونيك جيج محطوط او التراسونيك سنسر طالع من عندي فيدباك من هون للدروب هلا عندي هون هاي المنصة متحركة في منصة ثابتة شخص خلاص مو سيء هذا بس هذا شخص عندنا هلا هون اللي بدنا نعمله بدهم يرفعوا هاي المنصه وينزلوها بحيث انه هذا الميكروفون والورقه او وات ايفر سكرين او اللابتوب اللي موجود هون يجي على مساواة الشخص هذا بيعتمد على طوله فاحنا هون عندنا سنسر عمال بقرا قديش طوله بعطيني فيدباك سيجنال للدرايف والدرايف عمال بعطي بعطي بعمل درايفنج للستيبر موتور الستيبر موتور بحرك هون راك اند بينيون الراك اند بينيون مشكلته ايش المشكلة الأساسية في الراك اند بينيون؟ الصوت والفايبريشن تمام مشكلة لكن احنا هون هاد رح تكون بطيئة جدا العملية فاحنا ما رح يضل طالع نازل المنصة هيك المفروض المفروض انه يكون في ادجستمنت بسيطة جدا خلال فترة بسيطة جدا مثلا اكون انا حاطط ها يوزر ريكوايرمنت ايش اليوزر ريكوايرمنت راح تكون مثلا انه الادجستمنت هاي بدها تصير خلال مثلا 60 سكندز او 30 سكندز فما بدي اياها تكون سريعة جدا بحيث انها تطلع صوت بس كمان بدها تقعد فترة طويلة وهو الشخص يحس انه هاي بتتحرك كمان بدك تحط مثلا انت ريكوايرمنتس فرضا اذا الشخص مش موجود ما بصير تشتغل على هاي الديستنس مزبوط فبدك تكون حاطط كل الريكوايرمنتس هذه اللي موجودة هون هدفنا انه نعدل هاي البلاتفورم طبعا هاي البلاتفورم او هذا الليكتر له وزن في له ديد ويت وهذا هون ديد ويت هاي القطعه اللي موجوده هون هلا في عندنا شيء اسمه البيلوز بيلوز بتشبه شيء اسمه الكير اذا بتعرف شيء زي زومبرك نوع من الزومبرك هذا بعطيني ضغط الضغط هذا بامكانه يعمل بالانسينج او كاونتر بالانسينج للوزن اللي موجود هون فهو لاغي في السؤال او طالب من السؤال انه اسيوم نفترض انه البيلوز compensates for the weight of the lector صار اذا المحرك يعني لو انا تركت السيستم تركته مكانه ما راح يتحرك لا راح يطلع ولا راح ينزل وطفيت المحرك لانه هذا راح يعمل compensation للوزن هلا اذا صفى المحرك بس ايش اللي بده يحطه؟ بده يحط بس التورك المطلوب او الفورس المطلوبه بحيث انه يقدر يحرك السيستم هذا طلوع او نزول. هلا هون معطيني التايم تو ترافل تو ترافل 1 متر هاي هاي المواصفه اليوزر ريكوايرمنت 5 سكند يعني 5 سكند قصيره كزمن فاذا انا بدي احرك هذا لمسافه متر لازم يقدر يتحرك المسافه هاي خلال 5 سكندز الوزن تبع الليكتر او الكتله تبعت الليكتر 50 كيلو الريزيستنس في عندنا ريزيستنس نوع من الفريكشن ماكسيمم ريزيستنس تو موشن تو فيرتيكال موشن
5 نيوتن. هلا displacement resolution، هي متذكرين الريزولوشن؟ يعني بدنا displacement resolution بهذا الاتجاه راح تكون نص مليمتر او عفوا 0.5 سنتيمتر بير ستيب. اذا displacement resolution نص سنتيمتر بير ستيب، يعني الريزولوشن نص سنتيمتر. نص سنتيمتر يعني شو بيساوي؟ 5 مليمتر. إذا بدنا أقل ستيب ممكن نتحركها عموديا بدها تكون 5 مليمترات بهذا الاتجاه، يعني كأنه عم نقول احنا الريزولوشن تبعتنا مش الأكيورسي، الريزولوشن أصغر قيمة راح أحركها. فإذا عمال نقول ات فول ستيب، لما إذا أعطيت هذا المحرك فول ستيب يعني تحرك دلتا ثيتا، لازم هذه تتحرك قديش؟ 5 مليمتر. هاي الريزولوشن، الريزولوشن تبعت السيستم. خلينا نشوف كمان ايش معطيني. هلا هون حاطط بالسؤال انه dead weight of the moving parts، هذا اسمه dead weight. متذكرين الفرق بين dead weight و live weight او dead load و live load؟ هذا dead weight ما بتغير. فالdead weight تبع المنصة الليكتر اللي هو 50 كيلو، انا مش كاتبه هون 50 كيلو، هذا معمل له compensation by the bellows اللي موجودين هون. اذا صار المحرك بده يتحرك يتغلب بس على الماكسيمم ريزيستنس تو فيرتيكال موشن، وبده يتغلب على اي اكسلريشن مطلوب. بعدين بدنا نفترض عندي هون، انا معطي بالسؤال انه نفترض انه دلتا ثيتا تساوي 1.8 ديجريز، وبدنا نفترض انه بس المتوفر عندي هو فول ستيب، لان اذا حطيت هاف ستيب وهذا بقدرش اعرف، بقدرش احسب شيء. ونفترض انه عندي ات فول ستيب عندي الزاويه الانجل اوف ادفانس 1.8 ثيتا. بعدين معطيني بالسؤال، باخر السؤال معطيني مودلز ومعطيني الافيلبل تورك. هلا انا هون عم تشيتنج شوي، رح اخذ انا الهولدنج تورك. اذا احنا بدنا نكون دقيقين شو المفروض اعطيك؟ رح اعطيك الريتد او رح اعطيك الكيرف، لازم اعطيك الكيرف. اوكي؟ فاحنا هون في التيبل، خليني ارسم التيبل هون واكتبها. التيبل عندنا في محركات 50 اس ام، 101 اس ام، 310 اس ام، و 1010 اس ام. بعطيني الانيرشا، الروتر انيرشا اي تبعت الروتر، وطبعا رح تشوفوها هون 10 to the minus 6 كيلوغرام متر سكوير. في الحالة الأولى 11.8، خلص راح أحطهم كلهم هذول 10 to the minus 6 يعني مايكرو كيلوغرام متر سكوير. 10.8 أنا حطيتها في المكان الغلط. عندي هذه كيلوغرام متر سكوير 10 to the minus 6 أو مايكرو كيلوغرام سكوير، وهذه اي ار في الحالة الأولى 11.8، بالحالة الثانية 35، بالحالة الثالثة 187، وبالحالة الرابعة 8805. هلا كمان أنا هون حاطط الـ available torque، أنا مسميه available torque هو الـ holding torque. هلا انا طالب بالسؤال انه ما اهمل الفرق بين الهولدنج تورك والريتد تورك، بس هو هذا مش صحيح. الاصح انه ناخذ سبيد تورك. فعندي بالحاله هاي هون عندي 0.25، الوحده هون نيوتن متر، 0.58، 2.63 و7.4. فعندنا ثلاث محركات، بنختار نشوف المحرك الصحيح اللي بنختاره لهي الحاله.